نبدأ بهذا الخبر، حيث لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح أمس في حادث تدافع عند أحد مداخل ملعب أولمبي استضاف مباراة الكاميرون وجزر القمر برسم الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2021. وقالت وزارة الصحة الكاميرونية إنه تم تسجيل 8 وفيات، وذلك بعدما أشارت حصيلة أولية قدمها التلفزيون الرسمي في وقت سابق إلى تسجيل 6 قتلى وعشرات الجرحى. وقالت وزارة الصحة أن رضيعا كان ضمن ضحايا التدافع، مضيفة أن الرضيع تم إنقاذه ونقل إلى المستشفى العام في ياوندي وحالته مستقرة طبياً.